بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في فصل ما تضمنته غزوة تبوك من الفقه فصل: ومنها أن هلال بن أمية ومرارة قعدا في بيوتهما وكانا يصليان في بيوتهما ولا فصل في معاملة أهل البدع والأهواء. فصل في معاملة أهل البدع والأهواء. هل يهجرون أم يخاطبون كما يخاطب غيرهم؟ أم ينظر في الأصلح بالنسبة لهم؟ فإن كان هجرهم يفيد فأجرهم أولى حينئذ، وإن كان هجرهم لا يفيد فهم يشتغلون بما يسخط الله جل وعلا ويفرحون بهجر المسلمين لهم، فلا ينبغي أن يهجروا، وإنما ينظر في الأصلح، أيهما أصلح، الهجر أم عدمه؟ نعم. فصل: ومنها أن هلال بن أمية ومرارة قعدا في بيوتهما وكانا يصليان في بيوتهما ولا يحضران الجماعة. وهذا يدل على أن هجران المسلمين للرجل عذر يبيح له التخلف عن الجماعة، أو يقال من تمام هجرانه أنه لا يحضر جماعة المسلمين، لكن يقال: فكعب كان يحضر الجماعة ولم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا عتب عليهما على التخلف. وعلى هذا فيقال: لما أمر المسلمون بهجرهم تركوا، لم يؤمروا ولم ينهوا ولم يكلموا، فكان من حضر منهم الجماعة لم يمنع، ومن تركها لم يكلم. أو يقال: لعلهما ضعفا وعجزا عن الخروج، ولهذا قال كعب: وكنت أنا أجلد القوم وأشبهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين. في قصة الأصحاب الثلاثة رضي الله عنهم الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم وعدم مخاطبتهم، وأمر نساءهم أن تتركهم إلا من استأذن لزوجته فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته لخدمتها. فهؤلاء الاثنان متفاوتون، الاثنان مع الثالث، كان مالك بن كعب بن مالك رضي الله عنه قويا شديدا، فكان يذهب ويأتي ويصلي مع المسلمين الصلوات الخمس، ويحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، فلا يدري أرد عليه السلام أم لا. وأما الآخران هلال بن أمية ومرارة فقد قعدا في بيوتهما وتركا صلاة الجماعة. أترك المسلمين مخاطبتهم عذر لهم في ترك صلاة الجماعة أم لا؟ قولان للعلماء. أم أنهم ضعفوا وما استطاعوا أن يصلوا المساجد؟ هذا قول. ما الأسباب التي تركتهم يصلون مع الجماعة؟ أهم
عجزوا أم تركوا تكليمهم عذر أم أنهم لا يؤمرون ولا ينهون لو حضروا لسكت عنهم المسلمون ولو غابوا ما قاطبوهم بذلك. كل هذه احتمالات ولكن أظهروا والله أعلم أنهم ينظر في حالهم، فإن كانوا يستطيعون حضور الجماعة فالجماعة الأصل أنها واجبة عليهم، وإن كانوا لا يستطيعون فعدم الاستطاعة عذر، وأما الهجر وحده فلا يكون عذرا لأنه أدعى للمسامحتهم ومعاملتهم بالحسنى إذا اختلطوا مع المسلمين وأنابوا إلى الله. فهؤلاء الثلاثة واحد منهم كان يتردد على المسجد النبوي ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطب من خاطبه من المسلمين ولا يردون عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم نهى المسلمين عن مخاطبتهم والجواب معهم. والاثنان امتنعا من الحضور مع المسلمين. ما الأسباب؟ قيل الأسباب لضعفهم، وهذا عذر في ترك الجماعة، وقيل الأسباب لأنهم كانوا لا يجدون من يخاطبهم ولا من يتكلم معهم، هذا عذر في صلاة الجماعة، وقيل إنهم لا يخاطبون فلا يؤمرون بالصلاة ولا ينهون عما يفعلونه من السوء، وهذا قد يكون عذرا. فهنا الثلاثة متفاوتون، واحد يروح ويجي ويذهب ويتكلم مع المسلمين ويخاطبهم الذي هو مالك، والثاني والثالث لا يتكلمون مع المسلمين، فلما هؤلاء اختلفوا؟ فالمسألة فيها خلاف، وكل مبرر عذر في تخركهم لتخلفهم عن صلاة الجماعة. أن هلال بن أمية ومرارة قعدا في بيوتهما وكانا يصليان في بيوتهما ولا يحضران الجمعة ولا يحضرون الجماعة، وهذا يدل على أن هجر المسلمين للرجل عذر مبيح له التخلف عن صلاة الجماعة، أو يقال عن قيام هجراني أنه لا يحضر جماعة المسلمين، لكن يقال فكعب بن مالك كان يحضر الجماعة ولم يمنع، يعني أن الرجل إذا استطاع أن يحضر فعليه أن يحضر، وإذا لم يستطع الحضور فهذا عذر له مبيح لترك الجمعة والجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاتبهم على ترك الجماعة وإنما تركهم على ما يختارون لأنفسهم. ولهذا قال كعب وكنت أجلد القوم، أي أنا أقوى الثلاثة، الاثنان ضعيفان وأتاهم هذا الأمر المفجع والمؤذي والمتعب فضعفوا وذهبت قوتهم، وأشهد وكنت أحضر فأشهد الصلاة مع المسلمين. نعم. وقوله وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا، فيه دليل على أن الرد على من يستحق الهجر غير واجب، إذ لو وجب الرد لم يكن بد من إسماعه. يقول إنني آتي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة فأقول هل حرك لسانه بالرد علي أم لم يرد علي،
والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا المباح إلا الصحيح، فإن كان لم يرد عليه فيقال كل من هجر من قبل المسلمين لا ينبغي أن يرد عليه، وإن كان يرد عليه فيقال لمن هجر من المسلمين أنه لا مانع من الرد عليه، لكن بحيث لا يسمع ذلك فيستأنس به، يرد عليه فيسمع أو لا يسمع. نعم. وقوله حتى إذا طال ذلك علي تسورت جدار حائط أبي قتادة فيه دليل على دخول الإنسان دار صاحبه وجاره إذا علم رضاه بذلك وإن لم يستأذنه، لأن هذا لما طال عليه وضاق صدره من هذا الحجر وزاد مصيبته ذهب أين يذهب؟ فقال يذهب إلى أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، أبو قتادة قريبه وصديقه، ولو استأذن لم يأذن له أبا قتادة، لو ذهب مع الباب ما أذن له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجره، فهذا تسلق الجدار بدون استئذان. كيف يتسلق جدار الرجل بدون استئذان؟ قيل أنه يعلم أنه لا يكره ذلك، وإنما ما يستطيع الإجابة على سؤاله أو كلامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجره. دليل على جواز دخول الرجل دار غيره إذا لم يكن يكره ذلك. نعم. وفي قول أبي قتادة له الله ورسوله أعلم دليل على أن هذا ليس بخطاب ولا كلام له، فلو حلف لا يكلمه فقال مثل هذا الكلام جوابا له لم يحنث، ولا سيما إذا لم ينوي به مكالمته، وهو الظاهر من حال أبي قتادة. وفي قول أبي قتادة الله ورسوله أعلم لما استأذنه لما كلمه ولم يكلمه قال يا أبا قتادة ألا أسألك بالله ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يجبه، فسأله ثانية فلم يجبه، فسأله الثالثة وقال الله ورسوله أعلم، يعني ما أدري عنك أنا، ولا أحكم أنك تحب الله ورسوله ولا أحكم عليك بخلاف ذلك، وإنما الله ورسوله أعلم في أن شرع هذا التأديب لك ولزملائك، الله ورسوله أعلم، وأن من سئل عن شيء ما فقال الله ورسوله أعلم لا يعتبر جوابا، ما أجاب ولا خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن مخاطبة هؤلاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مخاطبة هؤلاء، وهذا أحرجه بهذا السؤال فلم يجبه على كلامه، وإنما قال الله ورسوله أعلم، ما قال إني أعلم أنك تحب الله ورسوله أو أني لا أعلم أنك تحب الله ورسوله، لو أجابه بأحد هذين لاعتبر مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قوله الله ورسوله أعلم هذا ما خالف النبي صلى الله عليه وسلم في شيء مما أمر به، أمر أن لا يكلم مالك فقال هذا لمالك لما سأله كم سؤال قال الله ورسوله أعلم. وفي إشارة الناس إلى النبطي الذي كان يقول من يدل على كعب بن مالك دون نطقهم له تحقيق لمقصود الهجر، وإلا فلو قالوا له صريحا ذاك كعب بن مالك لم يكن ذلك كلاما له، فلا يكونون به مخالفين للنهي، ولكن لفرط تحريهم وتمسكهم بالأمر
لم يذكروه له بصريح اسمه، وقد يقال إن في الحديث عنه بحضرته وهو يسمع نوع مكالمة له، ولا سيما إذا جعل ذلك ذريعة إلى المقصود بكلامه وهي ذريعة قريبة، فالمنع من ذلك من باب منع الحيل وسد الذرائع، وهذا أفقه وأحسن. هذا النبطي الذي جاء يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ من يدل على كعب بن مالك؟ أشار الناس إليه لأنه أجابوا النبطي، ولا يلزم من هذا الكلام كلمة كعب بن مالك، ما كلموه، ولا يؤثر كونهم قالوا له هذا كعب بن مالك أو ليس بهذا، ما يؤثر هذا. لكن تورع الصحابة رضي الله عنهم عن مخاطبة كعب بن مالك وتوقفهم في ذلك جعلهم يشيرون إليه إشارة بدون كلام، وفي إشارة الناس إلى النبطي. النبطي الذي قدم من الشام معه خطاب من ملك غسان يكتب لكعب بن مالك يقول: هلم إلينا نواسيك، نكرمك ونوليك معنا ونجعلك واحد منا. يبي يكفر بالله ويكون معه. وفي إشارة الناس إلى النبطي الذي كان يقول: من يدل على كعب بن مالك دون نطقهم له تحقيق لمقصود الهجر، وإلا فلو قالوا له صريحا ذاك كعب بن مالك لم يكن ذلك كلاما له، فلا يكونون به مخالفين للنهي، ولكن لفرط تحريهم وتمسكهم بالأمر لم يذكروه له بصريح اسمه. وقد يقال إن في الحديث عنه بحضرته وهو يسمع نوع مكالمة له، ولا سيما إذا جعل ذلك ذريعة إلى المقصود بكلامه وهي ذريعة قريبة، فالمنع من ذلك من باب منع الحيل وسد الذرائع، وهذا أفقه وأحسن. فقه الصحابة رضي الله عنهم لما سألهم النبطي فقال: من يدل على كعب بن مالك؟ ما قالوا هذا كعب بن مالك، وإنما أشاروا إليه إشارة بدون كلام لئلا يأنس بذلك كعب بن مالك، أو يقول هؤلاء يكلمون بخصوصي، لا تركه أولى. وفي مكاتبة ملك غسان له بالمصير إليه ابتلاء من الله تعالى وامتحان لإيمانه ومحبته لله ورسوله، وإظهار للصحابة أنه ليس ممن ضعف إيمانه بهجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين له، ولا هو ممن تحمله الرغبة في الجاه والملك مع هجران الرسول والمؤمنين له على مفارقة دينه، فهذا فيه من تبرئة الله له من النفاق وإظهار قوة إيمانه وصدقه لرسوله وللمسلمين، ما هو من تمام نعمة الله عليه ولطفه به وجبره لكسره. وهذا البلاء يظهر لب الرجل وسره، وما ينطوي عليه فهو كالكير الذي يخرج الخبيث من الطيب. في كونه رضي الله عنه كره خطاب ملك غسان هذا دليل الإيمان، وإلا لو لم يكن عنده إيمان لقال: ما دام هذا ملك غسان يقول تعال إلي أذهب إليه، يعطيني من المال ما أردت، ويعطيني من الجاه والوظيفة ما أردت، ولا حاجة لي من مصاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه أحب أن يستمر على ما كان عليه من الإسلام والإيمان ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرجو من الله جل وعلا أن يرفع عنه هذا الهجر من قبل المسلمين رضي الله عنهم. نعم. وقوله: فتيممت بالصحيفة التنور، فيه المبادرة إلى إتلاف ما يخشى منه الفساد والمضرة في الدين،
وأن الحازم لا ينتظر به ولا يؤخره، وهذا كالعصير إذا تخمر، وكالكتاب الذي يخشى منه الضرر والشر، فالحزم المبادرة إلى إتلافه وإعدامه. هذا رضي الله عنه تيمم التنور، تنور الضوء نار، ووضع الخطاب فيها من شان يتلف هذا الكتاب ولا يكون مستندا له أو يفخر به أو يذهب إليه يطري عليه يذهب له ويقول هذا خطابك يا ملك غسان، أنا جئت إليك، ما يخطر على باله أن يذهب، وإنما أتلف هذا الخطاب حتى لا يقال لما حفظه ما ينبغي حفظه. كذلك إذا تخمر عنده العنب فما ينبغي حفظه يتلفه، تخمر عنده العصير صار خمر يجب إتلافه بالحال، وهكذا كل شيء تلف يجب إتلافه حتى لا يخطر على بال المسلم أن يستعين بهذا أو يستفيد. سائل يقول: ما حكم لبس الجوربين للمحرم؟ المحرم الرجل لا يلبس الجوربين ولا الشراب ولا غيرها، وإنما المرأة لها أن تلبس الجوربين أو الشرب أو السروال أو غير ذلك أو الشراب، وأما الرجل فلا يلبس الجوارب ولا يلبس الشراب. يقول السائل: من صلى ركعة من الراتبة ثم قطع الصلاة لدخول وقت الفريضة فهل تحسب له؟ الظاهر والله أعلم أنها لا تحسب له، لأنه ما أتمها، ما تحسب له إلا إذا أتمها، وما دام لم يتمها فإنها لا تحسب له، لكن أجره على الله جل وعلا في حرصه على الفريضة وحرص على أن لا يفوته منها شيء. يقول السائل: يتداول بعض الناس صور لثلاثة قبور متجاورة ويقال إنها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، فهل يجوز ذلك؟ هذا لا ينبغي، وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيعون الوصول إليه، والله جل وعلا حفظه من التداول وحفظه وحاطه بثلاثة الجدران. يقول ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وحاطه بثلاثة الجدران، فهو محاط بثلاثة جدران لا يجوز استقباله ولا يجوز الكلام فيه ولا يجوز أخذ شيء منه ولا ترابه ولا شيء من ذلك. يقول: هل يجوز أداء عمرتين في سفرة واحدة؟ هذا لا يخلو، إن كان جاء من بلده معتمرا ثم ذهب إلى المدينة وعاد من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا ثم ذهب إلى جدة لغرض من الأغراض وعاد من جدة معتمرا ثم ذهب إلى الطائف لغرض من الأغراض وعاد من الطائف معتمرا فلا بأس عليه في هذه كلها، لأنه إذا قدم إلى مكة من أي بلد كان فيستحب أن يقدم بعمرة. أما كونه يكرر العمرة وفي مكة فهذا لا يحسن فيه، ونهى عنه كثير من العلماء. يقول السائل: اعتمرت عن نفسي فهل يجوز لي أن أعمل عمرة عن أبوي؟ نعم، يسوق لك أن تعتمر عمرة أخرى عمن أردت، لكن يحسن أن تكون العمرة الأخرى من سفر، ما يحسن أن تأتي بها من مكة
وإنما تكون مسافرا فتقدم إلى مكة بعمرة أخرى. يقول أحسن الله إليكم: هل يشرع عمرة عن الميت؟ وإذا شرعت فأين الإحرام؟ تشرع العمرة من عن الميت، والإحرام يحرم من الميقات الذي يمر به. يقول السائل: هل أوقات النهي تصلى فيه ركعتي الوضوء وتحية المسجد، وما هو القول الراجح؟ أوقات النهي لا تؤدى فيه النوافل المطلقة، أما النوافل ذوات الأسباب فتؤدى في وقت النهي وفي غيره. فمثلا أنت صليت الفجر وجلست في مكانك، لا يسوغ لك أن تقوم وتصلي ركعتين. أنت صليت الفجر وأتيت إلى المسجد الآخر فلك أن تصلي تحية المسجد، لأن الصلاة الثانية تعتبر تحية مسجد فهي من ذوات الأسباب. يقول السائل: هل يجوز لي أن أحضر خطوبة أختي وقد جرت العادة عندنا أن يلبس الخطيب لخطيبته خاتما من ذهب، مع العلم أن أبي سيكون غائبا؟ يستحب حضورك أخي، ما لا بأس بذلك، ولما لا تحضر الخطبة أو تحضر عند رؤيتها، عند اجتماعهما لرؤية المخطوبة، أو عند العقد، أو عند الدخول. كل هذا مما يستحب أن يقترن بالأخ والابن والعم والخال إلى آخره. يقول السائل: هل لصلاة النافلة وقت كراهة، أم الحرم جائز؟ الحرم مثل غيره في النهي عن الصلوات النافلة مثل غيره. فمثلا كما لا يجوز لك أن تصلي الفجر وتجلس في مكان ما ثم تقوم وتصلي ركعتين، كذلك لا يجوز لك أن تصلي النافلة هذه في المسجد الحرام. وأما إذا أتيت إلى مسجد آخر أو قم أو كان لها سبب أو طفت بالبيت فلك أن تصلي ركعتين سواء كنت بالمسجد الحرام أو في غيره. يقول السائل: ما هي صفات أهل السنة والجماعة أو بعض صفاتهم؟ صفاتهم كثيرة، وهي الأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن أهل السنة يخطئون من خالفهم ولا يكفرونه، وأما أهل البدعة فهم يكفرون كل من خالفهم. يقول: ما حكم لبس النقاب للمرأة في الحج والعمرة، وهل إذا لبسته يلزمها شيء؟ حكم لبس النقاب في المحرم للمحرم ما لا يجوز ذلك حالة الإحرام، أما في غير حالة الإحرام فيجوز. إذا أحرمت بالعمرة، أحرمت بالحج، فلا يجوز لها أن تلبس النقاب ولا البرقع. لكن إذا لبسته إن كان جهلا أو نسيان فلا بأس عليها، وإن كان تعمدا لا جهل ولا نسيان فعليها فدية ذلك، وهي فدية المحظورات: إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. هذا يسأل عن شيء يوجب الطلاق، فنقول عليك أن ترجع للقاضي أنت وزوجتك وتشرحان له ما صدر منكما. يقول السائل: هل ورد قول الحمد لله لتنبيه الإمام في حالة سهوه؟ ما أعرف أن ورد في ذلك شيء،
وإنما ينبه الإمام بسبحان الله أو بالرد عليه بالقراءة إذا كان يقرأ. سائل يقول: هل يجوز أن أوكل شخصا بإجراء عقد نكاح والدتي وذلك عبر الهاتف كوني خارج البلاد ولا أستطيع الحضور؟ لا بأس بذلك بشرط أن يعرف صوت الموكل ويفهمه الآخر. يقول السائل: إذا حضرت إلى الحرم فما الأفضل، الجلوس في الدروس أم الطواف؟ يسأل أيهما أفضل له، الطواف أم حضور الدرس؟ ونقول له: إن كان حضورك للدرس تستفيد منه فطلب العلم أفضل لك ولا بأس، ويحضر، والطواف يتأتى في كل وقت، وحضور الدرس ليس مستمرا. أما إذا كنت تحضر الدرس وأنت تنعس أو تنام أو لا تدري ماذا يقول المدرس فكونك تطوف خيرا لك. يقول السائل: هل يجوز لي الصلاة مع الإمام وأنا خارج المسجد لأن لدي بضاعة أحرسها؟ أولا لا يجوز الصلاة للمنفرد سواء داخل المسجد أو خارج المسجد مع الإمام، لا يجوز للرجل أن يصلي مع الإمام وهو وحده، بل يجب أن يصف مع الصف. ثم إن الصف الذي يكون خارج المسجد إن كانت الصفوف متصل بعضها ببعض فصلاتك صحيحة، وأما إذا لم تكن الصفوف متصلة وأنت منفصل عن الإمام ولا ترى الإمام ولا من خلفه فلا يجوز لك ذلك. يقول السائل: ما هي الكتب التي توصي بها طالب العلم المبتدئ لطلب العلم في علم التفسير والتوحيد والفقه؟ في علم التفسير يحسن بالإنسان أن ينظر في كتب كثيرة من كتب التفسير لأنها متفاوتة وحسب ما تستطيع أن تفهمه، لأنها إن كانت في المعنى فعندك تفسير من كثير وتفسير السعدي وغيرهم، وإن كان المراد اللغة والإعراب فعندك تفسير فتح القدير وغيره، وعندك تفسير في أشياء كثيرة، فعليك أن تنظر الشيء الذي تستفيد منه. والتوحيد عليك بكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العباد، الذي هو حق الله على العباد لأنه كتاب مركز مجود. وفي الفقه عليك أن تقرأ كتاب زاد المستقنع ونحوه من كتب الفقه. هذا يقول: أن حصل بيني وبين زوجتي مشكلة وانتهت بالمحكمة، ما انتهى بالمحكمة فلا معقب له. يقول السائل: غسل الجماع أو الاحتلام إذا نوي به الوضوء هل يجزئه ويكفي به؟ الغسل حال الجماع أو الاحتلام إن كان جماعا حقيقيا فيجب فيه الغسل. أولج فرجه ذكره في فرجها فهذا يجب فيه الاغتسال سواء أنزل أو لم ينزل. وأما إذا كان الجماع احتلام أنه يحتلم أنه جامع زوجته فإن أنزل منيا فيجب الاغتسال، وإن لم ينزل منيا فلا يجب الاغتسال. يقول: ماذا يلزمني إذا تجاوزت الميقات؟ يلزمك العودة إلى الميقات إن كان بعيدا عنك، فيلزمك أن تعود إليه. و
وإن كان قريبا منك فعليك أن تحرم من مكانك ولا بأس عليك، لأن الميقات ليس نقطة معينة ما تجاوزها ولا تأخرها، وإنما هي غالبا هي وادي أو مكان بين واديين أو نحو ذلك، فهو متسع. يقول: بعض المعتمرين يكثرون من التصوير، فهل هذا جائز؟ التصوير محرم، وأكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال تعجل جل وعلا أنه يقول يوم القيامة المصور: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة. والتصوير لا يجيزه كثرته، كونه كثير في المسجد الحرام وفي غيره هذا لا يدل على الحل، مثل الربا، الربا حرام وحرمته معروفة لدى الصغير والكبير، وسواء كثر أو لم يكثر، إذا كان يتعامل بالربا فهو حرام عليه ذلك. كذلك التصوير حرام على المسلم التصوير، من صور صورة كل فأن ينفخ فيها الروح ليس بنافخ. والتصوير شأنه عظيم، وهو محرم في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على ذلك. يقول السائل: لدي خوف شديد من الموتى أو الموت، ويراودني دائما هذا التفكير. عندي خوف شديد من الموت. الواجب على المسلم أن ينظر في أمره في استعداده لما بعد الموت، ولا يكون خوفه من الموت، لأن الموت لا بد واقع لا محالة، قريب أو بعيد. وإنما عليك أخي أن تنظر في عملك الذي ينفعك بعد الموت. يقول السائل: هل يجوز حلق اللحية؟ لا يجوز، وهو محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، وأحفوا الشوارب، فالشارب يحفى واللحية تعفى. هذا هو الواجب على المسلم. لكن المصيبة، كل المصيبة، أن الناس ابتلوا بعكس ذلك، بعضهم والكثير منهم يحلق لحيته ويعفي شاربه ويطيله، وهذا لا يجوز للمسلم، والإثم والمحرم لا يبيح كثرته بين الناس. يقول السائل: إذا صلى المرء الفجر وفاتته راتبة الفجر وهو محافظ عليها، هل يصليها بعد الفجر مباشرة أو بعد أذكار الصلاة؟ وبالخيار بين الأمرين، كلاهما حسن، إن شاء صلاها بعد الفجر، إن خشي أن ينساها أو ينشغل عنها ضحى، وإن وثق أنه يؤديها ضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قد رمح فهو أولى. فالرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الفجر فقال: الفجر أربعة، يعني لما تصلي ركعتين بعد الفجر؟ قال: يا رسول الله، هذه راتبة الفجر فاتتني قبل الصلاة فأنا أقضيها. فسكت عنه صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من هذا أن المرأة إذا فاتته الراتبة فهو بالخيار، إن شاء أتى بها بعد صلاة الفجر مباشرة، وإن شاء أخر ذلك إلى طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح. يقول السائل: هل يجوز للمحرم لبس الجزمة بلا شراب، مع العلم أن هناك جزم خفيفة تسهل المشي خاصة في الحج؟ إذا لم يجد المحرم نعلين فله أن يلبس الخفين ولا يلبس معهما الشراب.
يقول السائل: هل تصلى ركعتي الطواف في طواف الوداع؟ يستحب لكل طواف أن يصلي المسلم بعده ركعتين، سواء كان طواف نفل أو طواف حج أو طواف عمرة أو طواف تطوع، كله يشرع له أن يصلي ركعتين إن تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر فلا بأس عليه. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من هداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.